خلال تواجدك في نادي الاتحاد السكندري كان في مباراة مهمة جدا، ان هي مباراة غزل المحلة. كان ساعتها غزل المحلة المفروض يعني هيخسر، هيهبط للدوري الدرجة التانية. الناس كلها اتكلمت ان نادي الاتحاد السكندري فوت المباراة. ايه اللي حصل بالظبط؟ احكي لنا الكواليس وايه اللي اتقال، وهل فعلا في حاجة اسمها فريق بيفوت مباراة الفريق ولا ايه اللي بيحصل؟ طيب، هو اول حاجة ده كان تقريبا في موسم 2009 2010، صح كده؟ وانا بلعب في نادي الاتحاد، الله يرحمه كان الكابتن طه بسري، هو كابتن الله يرحمه كابتن يحيى اسماعيل، ربنا يرحمه يا رب، ناس محترمه جدا الله يرحمه ويسامحه. هم اللي كانوا ماسكين فرقه، واكيد الناس دي ما كانتش تسمح بحاجه زي كده حتى بين اللعيبه ومن بعضها. العكس بقى اللي انت تقوله ده، عكس الكلام ده تماما. بص، هو الكابتن حسام حسن كان ماسك مدير فني لنادي الاتصالات، مسؤول الاتصالات بالظبط، وكان اللي بيجيب له اللعيبه معظمها كان كابتن عماد النحاس تقريبا، تامر النحاس. تمام. تامر النحاس عرض على لعيبه نادي الاتحاد فلوس، رقم فلوس محترم، ان هم يكسبوا. اتعرض على اللعيبه كلها اللي في الماتش ده، اتعرض عليكم كلكم ان احنا نكسب. وعلى فكره احنا قابلنا عشان المصريه تكمل في الدوري، واحنا قابلنا لان اصل بص، انا مش هاخد فلوس عشان افوت، لكن هاخد فلوس عشان اكسب. كل واحد بتفكيره. لا تاني، بس دلوقتي المفروض انت كده كده لعيب كره رايح تلعب، فطبيعي ان انت تكسب. حلو، لو انا بقى كسبت وجالي مثلا رزق، اقول له لا انت قاعد دلوقتي مثلا ده تسجل معايا وجالك رزق وانت بتسجل عشان قلت مثلا جمله كويسه انكفيت عليها، هتقول لا اكيد هتاخدها. فده باب رزق جاي لي. اهلا وسهلا، طالما انا مش هعمل حاجه. كانت المكافاه كام؟ 10,000 جنيه لكل لعيب. لو كنا كسبنا الماتش.